انا لكن داير ابص بشرى لناس يمكن كل الناس ما يكونوا عارفينها. نحن عندنا جروب في اسمه ساحه الجرابيع تلمنا، فيه شيوخنا وفيه شبابنا الان قايمين بمبادره، مبادره كهرباء الجرابيع. الان دفعوا قروش وعملوا مساهمات مربوطه ان شاء الله. انا بحييهم، لابد ان احييهم من هذا المنبر، احييهم تحيه كبيره جدا جدا، انه نحن هم بدوا لنا ورموا لنا ان شاء الله البذره دي. نحن نرحب بضيوفنا كلهم ونرحب بهم جميعا، نرحب بهم في هذه الارض الطيبه، وان شاء الله نشكرهم على حسن على تلبيه الدعوه، ونشكرهم على انهم جو وفي حاله بتاع التعب وارهاق، ونحن ان شاء الله سعيدين بهم ونرحب بهم جميعا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله بخير. ونفتخرنا ما بنخش على زول بقيت وعدنا. هل يوم جينا للأم الرعوم عودنا شايلين الفشاير وإننا فحدنا أتنادوا الجرفع وفوق رباك أتلموا ياطي كان أصيل حبك بجر في دمه كم عاشق مواقع ليلة جدع نمو لعوك بكارف ليلة انت ماسك في شموع أبشر بخير أبشر أبشر بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم تجمع قرى الجرابيع في كل من 27 33 34 وجرابيع الأم وجرابيع السافل والمسياب، اسمحوا لي ان ارحب بكم ترحيبا حارا باسمى ايات الترحيب، ونمتن لحضوركم ومشاركتكم لنا في هذه المناسبه السعيده، هذه المناسبة الطيبة، هذه المناسبة الجامعة، هذه المناسبة الاستثنائية نعتبرها تجمع شتات الأهل على هذه الأرض على هذه الرمال، وهم ينظرون إلى المساحة الشاسعة مساحة الجرابيع التي لو عاد الزمن من وراء لكانت بشكل لا يوصف، بدءا اسمحوا لي باسم اللجنة المنظمة كذلك ان ارحب